تحياتي لكم. ما هو العصير المبارك؟ هو زيت الزيتون. كلنا بنعرف فوائده، بس الكل ممكن ما بيعرف كيف مراحل التصنيع للحصول على زيت زيتون بكر أصلي وتحتها 4 خطوط. طبعا هاي المواضيع بترجعنا للذكريات الحلوة اللي هحكي لكم كيف التصنيع من تجربتي الشخصية. قطف الزيتون طبعا بيكون في شهر 10 شهر 11 من كل سنة، يعني في نهاية السنة تقريبا. إذا بدنا نحكي عن الزيتون، أشجار الزيتون مختلفة الأنواع، مختلفة الأنواع، أنواع مختلفة. في منها الروماني المقصود فيه اللي هو فوق الألف سنة، 2000 سنة، 3000 سنة بيكون عمرها للشجرة. شجرة الزيتون هي فاكهة زي ما بتعرفوا، وبتنتج لنا عصير مش زيت، عصير شجرة الزيتون. شجرة الزيتون التربة بتاعتها أساسية في عملية المواد الفعالة المضادة للأكسدة والمضادة للسرطانات اللي موجودة في بذور الزيتون وزيت الزيتون وأوراق شجرة الزيتون، يعني كلها شاملة وعامة هالشجرة هذه. بتم القطف من نبات كويس في فترة شهر 10 قبل موعد الأمطار، لأنه إذا مطرت الدنيا على الشجر هيك بتشبع في المياه، فالنوعية بتاعت الزيت اللي حتستخرج سيئة. بتم القطف يدوي للحفاظ على هذه الثمرة من التجريح، من المبيذات، من البكتيريا اللي ممكن تخفف تقلل من فعالية الزيوت. فبتم قطفها يدويا، جمعها في شوالات خيش، ومباشرة لازم تروح على المعصرة لعملية العصر. إذا بدنا زيت كويس بعد قطفها مباشرة، معنا لحد 3 أيام اللي نحكي عن زيت أصلي، يعني كل ما صرعنا كل ما أحسن. في مرحلة العصر هلأ بحكي لكم على المرحلة التقليدية القديمة. بنجاب الورق مع الزيتون، بنحط في زي هواية اللي تهوي وتشيل الورق وتخلي الزيتون الحب لوحده. طبعا بيتم فرز الحب اللي مش كويس، اللي ممكن يكون نوعيات ضئيلة، وبيظل الحب الكويس. بيتم هلا بعد عملية انه افرزنا الورق واي شيء عالق من الثمار، بيتم وضع الثمار في مياه وغسل هذه الثمار بشكل جيد. بعد ما يتم غسل الثمار هاي، بتنحط الثمار في طحانة يدوي ميكانيكية المفروض تكون وبدون حرارة، اللي هي تكون على البارد. هاي الطحانة قديما كانوا يستخدموا العجال، اللي هو عجل من الحجر الثقيل وعجل تاني مقابل، وبظل هالعجل هذا يلف يلف يلف، سواء بمطور أو سواء باستخدام الخيل أو الحيوانات، تيتم عصر وضغط الثمار والبذور تاعت الزيتون لاستخراج الزيوت بطريقة ميكانيكية على البارد بدون تسخين. إذا سخنا بنحصل على زيت أفضل وأكثر، بس مش زيت أفضل، سوري، زيت أسوأ، لأنه المواد اللي بدنا إياها من زيت الزيتون، المضادات الأكسدة، مع الحرارة بتخف فعاليتها وبتنقص من كميتها ومن فعاليتها. ففي هاي الحالة بيتم العصر على الطحن على البارد. خلصنا من موضوع الطحن الميكانيكي. في هاي الحالة تؤخذ هذا العجين المطحون ويوضع في مكابس. المكابس هذه بتكون عبارة عن شيء خيش، أو من اللي يقدروا يحطوا المطحون في داخله، وبصفطوها فوق بعض، 1 2 3 4 10، وبتتم عملية الضغط والكبس بشكل تدريجي، بشكل اوتوماتي او اوتوماتيك، بحيث انها تخرج هذه الخلاصة. طيب هذه الخلاصة اللي نزلت هي زيت الزيتون مع المياه، مع امور تانية موجودة في هالزيت هذا اللي بدنا نطردها. ما دام الزيت دائما كثافته عالية، فبيحطوا الزيت هذا، وعن طريق الطاقة
طاقة اللف وطارق الدفع المركزي بتنفصل زيت الزيتون عن المياه وعن أي شوائب تانية، وبخرج هالزيت من للاستخدام. إذا بدنا ناخذ زيت زيتون أصلي ونتأكد إنه أصلي، في هاي الحالة بناخذ من الحنفية اللي بتنزل الزيت هذا، ما بناخذ من القلن اللي محطوط في العصارة، لأنه ما بعرف شو في القلن، بس بعرف شو في نازل من هذه الماسورة. هذه شغلة كويسة. الباقي من الزيوت هذه طيب شو بيسووا فيها؟ والأوراق طبعا، الأوراق وباقي الشغلات الثابتة أو زي الجفت والبذور هاي المطحونة، لما يتم عصرها بعدين وأخذ الخلاصة تاعتها من زيت الزيتون، بظل الشوائب هاي بتروح كمياه، وبظل المواد الصلبة هذه بتروح طبعا عندنا في البلاد وين ما يكون بيستخدموها للتدفئة، كجفت في الشتوية بيستخدموها لعلف للحيوانات، للخراف، للغنم، للبقر، طبعا فيها أحماض أمينية، فيها بروتينات، فيها مواد مضادة للأكسدة، يعني هاي علاجات وأكل طبيعي جيد للحيوانات. وفي منهم بيستخلصوها كمان وبأخدوها وبيستخلصوا منها بطرق كيماوية زيت أكتر، لأنه يعني بيكون فيها محتواها من الزيت لسه ضايل 20-30%، بس إذا وضعت بترول ومواد كيماوية على هذا الجفت والخلاصة بقدر أكبسه وأستخرج منه كمان كمية وأخلطه مع مياه مع زيوت تانية، المهم أسميه زيت زيتون ويسمى زيت زيتون. وسهل جدا عملية الغش في زيت الزيتون والنوعية بتاعته. بالنسبة للسائل الفضلات اللي خرج من زيت الزيتون، هذا يستخدم في صناعة الصابون والكريمات ومواد التجميل والشامبو. طبعا الكل بيعرف الصابون النابلسي اللي هي معمولة من هذا الزبار أو من الزيت الرديء، بناخدها وبنصنع منها الصابون النابلسي اللي ما في أفضل منها للشعر، للحمام، للجلد، بترطب، ما بتعمل حكة، فيش مضاعفات، متربيين عليها يعني، وهي في جيناتنا فما في تحسس. هذا أهم شيء، إنه صابونة معمولة من مواد طبيعية وزيوت طبيعية موجودة في نفس البيئة اللي عايشين فيها، إذا حطيناها على الجلد وعلى البشرة وعلى شعرنا بالجسم بتقبلها بسهولة وما بيعمل أي شيء تحسسي زي الصناعي. طيب هذه بالنسبة للزبار اللي هو الفضلات، هذه بنسميه الزبار. عرفنا شو بيستخدموه، الفضلات الثانية عرفنا بيش بيستخدموه، وزيت الزيتون بنعرف كيف نستخدمه. نستخدمه في عدة وسائل، سواء دهن على الجلد، ادهنه واشربه. طبعا فوائد زيت الزيتون بدنا نختصرها بشغلتين: فيتامين اي اكبر مضاد اكسدي موجود في، ومضاد يذوب في الشحوم، يذوب في الدهون. فيتامين اي يعني بيخترق بسهوله جدار الخليه وبيدخل على الميتوخوندريا، وهو يعني السريع في كبح هذه الانتي بادي الانتي اوكسيدان او نتائج الحرق الطبيعي اللي بتكون موجودة داخل الخلايا. هاي نتيجة العمليات الحيوية اللي بصير في حرق، لازم يكون في عندنا شوارد حرة. شوارد حرة معناته بدها مضادات الشوارد الحرة، اللي هي من أهمها الفيتامين إي اللي موجود بالزيتون بكثرة، غير فيتامين سي بس مش موجود في الزيتون. هذه وظيفة زيت الزيتون الرئيسية. فإذا حطيناه على البشرة، ما دام نحكي مضادات أكسدة، إذا حيفتح البشرة، حيرطبها، حيخفف التهاباتها، وهو صديق للبشرة زيت الزيتون، إلا اللي عندهم تحسس أو بشرة دهنية وما بيناسبهم. زيت الزيتون بنستخدمه للشعر، لتقوية الشعر، تقوية بصيلات الشعر، مع منع التهابات فروة الرأس. من الواحد هو عمره سنة بنستخدم زيت الزيتون لتقوية الشعر. زيت الزيتون بنستخدمه في المساج، سواء على الظهر، البطن، عضلات البطن، الأفخاد، لتخفيف الآلام بشكل سريع. ندهن من زيت الزيتون وندفي بصوف الخروف الطبيعي وننام هذيك الليلة ونصحى الصبح كأنه صحينا بهم جديدة، فيش آلام، فيش تيبسات،
إذا حدا منكم جربها الطريقة هاي، بتوقع كلكم جربتوها أو أغلبكم، واللي لسه ما جربها يجرب يدهن حاله بس في زيوت زيت الزيتون بدون أي إضافات. إذا كان عندي مشكلة في الجهاز التنفسي وقحة ومش قادر أتنفس وعندي مشاكل في القلب، طبعا هذا الدهن لحاله حيخفف كتير من هاي الأعراض. حصحى الصبح وأنا صدري مفتوح، إذا كان عندي آلام في الظهر وخشونة وآلام في الركبة ومش عارف، وكل ما أصحى الصبح بدي ساعة أقدر أخفف من الوجع وتلين شوية، بس لو حطيت زيت زيتون في فترة المساء وخليته على إجري وعلى ركبتي فترة للصباح اللي هي مش هتكلفني شيء ولا نعمل يعني أي مجهود، فقط أوضع الزيت وألفها وأنا وأروح أنام بوضعية صح، إني أحط المخدات تحت الركبة واصحى الصبح وشوفوا الفركية قديش، يعني يجوز 50% تخف آلامكم الصباحية هذه بوصفة زيت الزيتون. طبعا كيف نعرف انه زيت الزيتون مغشوش ولا مش مغشوش؟ اذا واحد عنده خبرة يعني ذايق زيت الزيتون الاصل الكويس، في هالحالة يسهل من الطعم تمييز الكويس من المغشوش. اللي واحد ما عنده خبرة بيحصل على أوراق زيتون كويسة من مصدر كويس وبمضغ أوراق الزيتون، مضغ أوراق الزيتون حيعطينا طعم الزيت الأصلي الطبيعي اللي لازم يكون مشابه لأوراق الزيتون في عملية المضغ. بس إذا بدنا نكتشفه كمان بنبرده، يعني الكنينة بتاعت زيت الزيتون بنحطها في إناء مثلا من الزجاج ونحطها في البراد. لما نطلع زيت الزيتون من البراد من الفريزر بعد ساعتين لازم يكون زي السمنة البلدية، سمنة الغنم أو سمنة البقر، يعني يكون متماسك وأبيض، ما يكون في عنا زيوت لسه مش متجمدة، ما بيكون متجمد بس بيكون متماسك زي السمنة. إذا شفتوا مناطق في المرتبان مش متماسكة، إذا هذا مغشوش بزيت نباتي. الزيت النباتي بظل سائل نوعا ما وما بيتجمد بشكل كبير. من الطرق الثانية ممكن نضيف بعض المواد الكيماوية على زيت الزيتون ونشوف التفاعل. من المواد اللي بضيفوها الكلور، الكلور اللي موجود عندنا في البيت للتنظيفات، بضيفوا ملعقتين ثلاثة من الكلور على شوية زيت زيتون وبشوفوا كيف التفاعل بيصير مع الكلور. إذا نفس القضية، إذا تجمد وصار في عنا زي ما صار مع البرودة زي السمنة، في الحالة نعتبره هذا كويس زي زيتون مش مغشوش. بس إذا صار سائل أكتر وفي الحالة ممكن يكون مغشوش. على كل هذه مغشوش مش مغشوش، اللي بدهم يغشوا عرفوا كيف يغيروا كل شيء. اللون بتغير بسهولة، مواد كيماوية تانية بغيروا اللون، الريحة بغيروها، الطعم ممكن يغيروه، يعني أي شيء ممكن يتغير، إلا إذا عندكم مصدر موثوق أو بتاخدوه مباشرة من المزارع أو عن طريق حدا يجيب لكم إياه من المزارعين بيكون أفضل بكتير. بالنسبة للتربة بتاع اللي بتنغرس فيها زيت الزيتون، هلا تربة فلسطين تربة مقدسة، تربة خاصة في محتوياتها اللي موجودة في التربة. طبعا ممكن تكون تربة حملة حمراء، تربة بيضة، حسب نوعية التربة. بس الزيتون أي وبنبت في أي تربة، على الجبال بين السناسل في الوديان في السهول وين ما يكون. التربة يعني أفضل تربة، وهذا اللي وجدوا حسب الأبحاث اللي هي في فلسطين، الشجر اللي بيكون في تربة فلسطين بتكون المكونات المضادة للأكسدة فيه تقريبا أكثر من 60 مكون. نفس الشجرة إذا شلناها من العنبتة أو من القدس أو من بيت لحم أو من نابلس ورحنا زرعناها في منطقة مثلا في إسبانيا، هتنمت وهتعطينا ثمار، بس الثمار هذه هتكون مش 60 مادة فيها من المواد الفعالة المضادة للأكسدة، حيكون فيها 40. ما اختلف شيء، بس مجرد اختلفت التربة واختلف الهواء والأكسجين طبعا والمواد اللي في الهواء والناس اللي ساكنين حوالين هذه الزيتونة، هذا كله بعد
بتعطينا نتيجة إنه زيت أصلي كويس ممكن نعتمد عليه. وهذا الزيت إذا بنحكي لكم فوائد زيت الزيتون، هذا الزيت هو اللي بدنا ناخذ الفائدة منه. الزيت المغشوش هو مضاف له مواد ضارة، فإحنا حننضر باستخدامه. زيت الزيتون صالح للقلي لدرجة حرارة 100 ل 200 بدون ما يصير في عندنا عملية أكسدة للزيت. الأكسدة الزيت يعني إنه ذرات الزيت الزيتون تختلط في الأكسجين. لما يصير في أكسدة بصير في عندنا رائحة لزيت الزيتون، رائحة زنخة أو رائحة إنه رائحة مش كريهة. هذه هي أكسدة زيت الزيتون. شو اللي بيسبب الأكسدة؟ طبعا الحرارة حتسبب الأكسدة، أشعة الشمس والألترا فايلت الضوء حيسبب أكسدة زيت الزيتون. عشان هيك زيت الزيتون لازم يكون محفوظ بزجاجة غامقة. الزجاجة الغامقة حتى هذه نوعية الزجاجة لازم تكون من النوعية الكويسة اللي ما تدخل الزيت الألترا فايلت أو أشعة الشمس على الزيت عشان هيك تأكسده. النوعية الكويسة من الزجاج هذه غالية الثمن، وهذه موجودة بس تصنع من شركات معينة. فاللي بده يبيع ويربح بروحش يدور على كنانة أو زجاج يمنع خراب المنتج وأكسدة المنتج، فبروح للأرخص وهيك المنتج بخرب. فأنتوا بدكم إذا بدكم تعرفوا مش بس الزيت وكيف بنحفظ الزيت وشو نوعية الزجاج اللي بنحفظ فيه الزيت، أو إحنا في البيت نحطه في مكان رطب ما بدنا في حرارة بارد، وفي مكان معتم، وهيك الزيت ممكن يضلوا مئات السنين بدون ما يخرب. يعني هو زيت الزيتون هو المونة الرئيسية اللي موجودة في كل بيت وين ما يكون على مدى العصور، خصوصا في مناطقنا. زيت الزيتون زيت الزيتون بتضيف له شوية زعتر وهيك هاي صارت عندنا وجبة كاملة. يعني زيت زيتون مع زعتر اللي هي أفضل وصفة لتقوية الذاكرة وتخفيف حدة الالتهابات وعملية حرك الشحوم وإنتاج الطاقة. حكينا زيت الزيتون بيدخل لحد الميتوخندريا في الفيتامين إي والأحماض اللي موجودة فيه وبيحفز الحرق. يعني طاقة، ما هي زيوت يعني فيها شحوم، يعني حتعطينا طاقة ويساعد على تخفيف الكوليسترول. بس الزيت الأصلي الكويس هيخفف الكوليسترول اللي موجود LDL أو الدهون الثلاثية في الدم. الزيت الكويس هيعمل على تقوية الذاكرة وتنشيط الجهاز العصبي. اللي هو بده زيوت زي هيك تحتوي على الأوميجا، تحتوي على فيتامينات إي وضد الالتهابات اللي ممكن تصير في الأغشية أو في السائل الدماغي. إذا بنحطها عشان نقوي شعراتنا طبعا هذه حتروح على فروة الرأس، ومن فروة الرأس الامتصاص تاع زيت الزيتون والزيوت العشبية هذه أو زيوت البذور ما في ممانعة من الدورة الدموية والحاجز الدموي اللي موجود في الدماغ، واللي هو بيحصل الدورة الدموية اللي موجودة للخلايا العصبية في الجمجمة بحيث تكون منفصلة عن الدورة الدموية اللي من الجسم. فعشان الدورة الدموية والمواد تدخل من الجسم لا الدورة الدموية في الدماغ في حواجز تفتيش اللي هي هذه البرين بلاد بارير، اللي هي ممانعة الدورة الدموية أو أي مواد موجودة سيئة إنها تدخل لخلايا الدماغ. بس هذا الحكي مش مع الشغلات الطبيعية زي زيت الزيتون اللي هو في عندهم الأعشاب الطبيعية ومنها الأعشاب العطرية والزيوت الطبيعية، هذه بتدخل بدون ممانعة، يعني عندها تصريح لأنه نفس البيئة نفس الجينات نفس المكونات اللي احنا متعودين عليها والجهاز العصبي متعرف عليها ومأمن لها انه مش هتحصل اي شيء سلبي على جسمنا. ففي الحالة بدخلها مباشرة على الخلايا العصبية، وإذا دخلت الخلايا العصبية والسائل الدماغي هذه إحنا بنحكي عن تنشيط لكل الجهاز العصبي والخلايا العصبية وتخفيف من حدة. يعني زيت الزيتون معروف في
تخفيف حدة التجاعدات وآثار التقدم بالعمر والشيخوخة، وكيف بحافظ على الشعر وعلى الجلد، وكيف بحافظ على القلب والشرايين. ملعقة مياه فاتري الصبح وحط عليها ملعقة ملعقتين من زيت الزيتون وحركها فقط واشربها، هذه بتعطيني طاقة، هذه بتنشط لي الجهاز الهضمي، هذه بتنشط البنكرياس وبتنشط عصارة المرارة اللي عنده مشاكل في المرارة، وبترطب القولون. وأحسن وصف للإمساك ولاضطرابات الجهاز الهضمي. ففوائد كثيرة، وبس اللي بدنا إياه إن نحصل عليه بالشكل الجيد وما يكون مخلوط بمسحوق الحشرات لعملية التلوين، يكون زيت أصلي بلونه الطبيعي بدون أي إضافات ولا مواد حافظة. أصلا ليش بدنا نحط فيه مواد حافظة إذا هو كله مواد حافظة؟ زيت الزيتون ما بيخرب، زيت الزيتون إذا تم حفظه بطريقة جيدة زي ما حكينا. شكرا لكم، تحياتي لكم دكتور محمود السوس. حكينا عن شجرة الزيتون وأهم شيء كيف نحصل على زيت أصلي. قبل ما نخلص، طبعا اوراق شجرة الزيتون، انا لو اي واحد عنده مشاكل كوليسترول عالي خصوصا والتهابات في الجسم، بجيب اوراق الزيتون في موسمها لما تكون ناضجة، يعني بشهر 10 مع قطف الزيتون، وبجففها مع اشعة الشمس وبخليها جافة، وبجيبها وبطحنها بطحانة القهوة، اعملها مطحون بودرة بسيط، وهذا البودرة لا بدي اشربه ولا بدي اعمل فيه شيء، بس بحطه في كبسولات بجيبها من الصيدلية، وبعبي الكبسولات هذه في مسحوق ورق شجرة الزيتون، وباخذ منه على الريق كبسولة الصبح وكبسولة بعد الساعة 6، بعد ما اكل واتعشى، واخر وجبة على 6 على 7 باخذ لي حبة مع شوية شوربة وبروح بنام. هذا هو دواء لتخفيف الكوليسترول اللي خايف من هالشحوم والدهون الثلاثية انها تعمل له جلطة، لانه هذا دواء معترف فيه من الـ FDA ومصرح فيه، والشركات العالمية الكبيرة بتلملم اوراق الزيتون من عندنا بدل ما نروح نحرقها ونستخدمها في التدفئة، وبتعمل منها مستحضرات وبتعمل منها المسحوق هذا وبتعبيه في الكبسولات، وبترد بتحط عليه ال FDA approval، وبتحط عليه اللوجو مش عارف ايش البراند نيم الفلاني، وبترجع تبيعها وترجعها للشرق الاوسط بنكهة تانية، وبيبيعوها على اساس مكملات لتخفيف الكوليسترول. هي بتخفف الكوليسترول، بس انا هذه الطريق اللي مرت من الشرق الاوسط اللي هي طبعا عندنا في البلاد، بلاد الشام والمغرب وتونس هاي بلاد الزيتون وتركيا، فإذا بدنا ناخذها على أمريكا ونعملها مستحضرات في أمريكا ونصنعها ونضيف لها ونضيف مش عارف إيش ونرجعها للاستهلاك، إذا راحت كل مميزاتها بالطريق، بس من طحنها لتعبئتها لإضافات عليها تتوصلنا بالغة الثمن وما فيها مفعول. فليش ما أنا أختصرها وأجيبها فريش من عندي من الأرض، أطحنها أنا، وبعد ما أطحنها أقلها مباشرة. الزيوت العطرية والمواد المضادة للأكسدة، إذا طحنا أي بذور أي نباتات أي أعشاب حتى أوراق الزيتون طحناها، إذا لازم نستخدمها مباشرة مباشرة، يعني لحد 4 5 أيام. إذا خلناها مطحونة بعد ال5 أيام، هذه المواد كلها والزيوت العطرية تتطاير، هي متطايرة وبتتأكسد وما بيكون في فاعلية من هذا المنتج. طب كيف بدكم تاخذوا منتج مدة صلاحيته أسبوع اللي يجيب فاعلية 100%، إلا المنتج اللي حضراتكم بتصنعوه في البيت عندكم؟ وعشان هيك احنا مركزين كيف تصنعوا كل هذه المكملات عندكم في البيت، وانتظروا حلقة مفصلة عن التنبيت، تنبيت البذور، التنبيت لمدة 4 5 أيام فقط في مرتبان
لبذور مختلفة. حنبلش في البذور زي بذور الخردل وبذور الرجلة وبذور حبوب الرشاد وبذور البروكلي وبذور القرنبيط وبذور الفجل. هذه البذور لما نفرجيكم قديش الفوائد اللي فيها إذا نبتناها لمدة 5 أيام وأخذناها هيك على السلطات مع شوية ليمون وزيت زيتون، كل واحد منكم حيصير يعملها في البيت في بذور مختلفة. وهذه المكملات ومضاد أقوى مضادات أكسدة ممكن تشتروها من السوق. هاي ممكن تعملوها عندكم في البيت 4 أيام، بيكون عندكم مكملات طبيعية في مرتبان بتاكلوها على وجبة وجبتين خلال اليوم. هذه أفضل مليون مرة من أي مكملات مضادة للأكسدة موجودة في السوق، وفعاليتها مضمونة 100% بدون أي مضاعفات جانبية، لأنكم أنتوا اخترتوا البذور الكويسة الأورجانيك اللي جاي من مصدر كويس، زرعتوها في إيديكم وحططوها وغيرتوا عليها المي كل يوم مرتين وصفيتوا المي وخلتوها بدون أشعة شمس ولا أي شيء. هاي البذور ما بدها لا نمو أشعة شمس، وبدها حرارة باردة فقط وعتمة، يعني حتى لو ما كان عندنا شمس بننبت لحد 4 5 أيام وبكون فيها المواد الفعالة. إذا عرضناها للشمس ممكن تخسر بعض مضادات الأكسدة اللي موجودة فيها، يعني 4 5 أيام وبناكلها. هنحكي عن الموضوع بالتفصيل إن شاء الله في اللقاءات القادمة. سلامات.